يا صباح الخير، صباح الانوار، صباح المحبه وصفاء الاحلى واغلى مستمعين ديالنا فيما كنتو. صباح الخير عليكم مغاربه العالم، الجاليه العربيه، الناس اللي في البيوت ديالهم والناس اللي في العمل ديالهم. فكنقول لكم صباح الخير عليكم فيما كنتو، مرحبا بكم. اكيد اليوم اكيد نقولوا صباح الخير سعيد ودادي تصوير حلقه اليوم، وصباح الخير خديجه مراحي في الاخراج، وصباح الخير اميمه بناني مختصه في الطرز. صباح الخير لالا أميمة. صباح النور والتيسير. نقربوا شويه الميكرو. صباح الخير. صباح الخير لاباس عليك؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك، منورانا. الله يجازيك بخير، انتما اللي نورتيونا بالاستضافه. مرحبا مرحبا، احنا جد سعداء انك اليوم معنا لالا أميمة، وغادي نقربوا المستمعين ديالنا وكذلك المشاهدين ديالنا من مجال الطرز التقليدي لابغودغي، وغادي نتعرفوا على بزاف الحويجات معك لالا أميمة. لكن بغاو نعرفوا شويه عليك، كيفاش جاتك فكرة أنك تديري مشروع ديال لابغودغي؟ كيفاش جاتنا المشروع ديالنا؟ في حقيقة بديناش بعد الكوفيد، جويلية 2021 بالضبط. إكزاكتومون. ألوغ حنا القصة ديالنا شوية مضحكة كيف غنقولو، حيت راجلي وأنا خدمنا في الكونفيكسيون في لاندستريال في الإكسبو سنين، دونك علينا 34 عام. واحد القصة قلنا ستوب، بركة علينا، غادي نوقفوا وغادي ندوزو لا روتريت. ساعه اللي مولف يخدم ما تيقدرش يوقف. دونك واحد الوقيته صح كانت عندنا واحد لابوتيك اللي هي لابوتيك ديال الوالده ديالي الله يرحمها، وهي كانت ما بين نقولوا المراه الاولى في المغرب في 1961 اللي كانت دارت المارك. فوالا كانت خدمات في فوالا على عالميه ودخلت المغرب، وكانت كانت الاسم ديالها الله يرحمها شرفه كل شيء يكون يعرفها. مهم دونك المحل ديالها قسنا فيه، وهي كانت من 14 عام وكانت تجهز عرايسات وتجهز خوتها ولي بيتي نوفو لي بيتيت نياس كل شيء كتقابلو. دونك لقيت عندي واحد رصيد كبير ديال بحال قلتي ريبيرتوار كومبلي دو برودري اللي هويا اصيلي وتقليدي وكبير. دونك ملي بدينا حنايا ما جانيش واعر، بدينا في الاول في ديك المحل تنبيعوا غير دي بيتيت شوز، والناس لقينا اقبال فوالا. حيت كاس كون في ان فيت كناخذوا لا برودري تراديسيونيل، دونك الطرز التقليدي المغربي ديال المدن كلهم اللي كاينين في المغرب، وتندخلوا عليه شي حاجه اللي هي تري افان اليجي او غو دو جور. بحال قلتي كتعاود تعطي المتناول للناس اللي همايا اليوم لي جان ما باغينش ديك الشيء اللي ثقيل بزاف. ولكن ملي تيشوفوا ديك الطرز ديالنا ويقارنوه مع شنو كاين في العالم، الحقيقه الحقيقه المغرب ايتان تريزور دون تو لي دومين، تريزور في كل حاجه. الحمد لله، دائما اللمسه ديال اللمسه المغربيه حاضره في اي مجال. طيب حنا غادي نهضروا على الطرز التقليدي المغربي ديال زمان، بما ان الام ديالك كانت كدير هذا، شنو الفرق ما بين ديال زمان وديال دابا؟ كنت سولتيني هذا السؤال هذه واحد 5 سنين، غنقول لك فرق كبير ولكن اليوم ما عرفتش شنو جرى. ولكن المغاربه ديال المغرب وديال اللي ساكن على برا واحد تعطش كثير 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 للتراث ديالنا، شوفوا. دونك بعد بس كنجبد واحد الطرز اللي هو يا مثلا عامر رباطي بالسقلي بحال طرز نتاع اللي فاس، بحال التعجيره اللي كاينه في تطوان، بحال الزموري، بحال هادو كانوا الناس كي حنا بعدا جان كنشوف هادشي كنقول اون فو با. اي دابا ملي تتجبدو كتدخل عليه مثلا ما تخليش ديك لي كولور مجهدين، دير دي كولور باستيل، دير دي كولور ان بو ريفيزيتي، كدير سقلي ولكن في ديك لي طون غوزي شي حاجه بحال هكذا. اي بان سا ان سوكسي، زعما واحد لو سوكسي مانيفيك فيهم والناس كيعجبهم. دونك الحمد لله هذا الوقت هذا بحال قلتي عاود عيشنا ديك الطرز اللي كان مخبى في بلاكارات ديالنا، وكنا غير كنجبدوه نوبه في العام نصبنوه باش ما يبقاش فيه السفوريه ونعاود ثاني نرجعوا للبلاكار. دونك دابا الناس كتقلب على ديك الشيء اللي اصيلي. بما انك تخصصتي في هذا المجال، واش حنا باقيين زعما عندنا هذيك التقاليد ديال العروسه نهار كتبغي تمشي في الدهاز ديالها خاص يكون هذاك الطرز الرباطي توبياد وفيه هذاك الطرز بالخضر؟ واش باقي هاد الوغ ما بقاش ديك الالوان الخضر والبوغرونا وديك الشيء ما بقاوش يبغيوه بزاف، ولكن
سي تشوف الفرق اللي كان هو ان هذه شحال بنيتها عندها 5 سنين كلشي العائله كتبدا في الدار ترز لها مع 10 الصباح كتلقى كلشي قابط المرمه وجالسين كيترزوا في الدار ديالهم. دابا الحمد لله لي جون كيجيو افيك لوغ مامون وكيختاروا وديك الشيء جاهز موجود. حنا كنسهلوا عليهم الطريق و لو تروسو اي توجور اون توندونس زعما ما بقاتش شي عروسه اللي ما تتمشيش بالدهاز ديالها. وعاود كاين واحد الحاجه زوينه في المغرب حتى ديال النهار ديال الفطور مثلا كتمشي لا مامون بديك الشيء ديالها كلها اللي صوبات لها. وسكي بو ميتنون سي العروسه بارتيسيپ ولات هي كتختار مع سا مامون لو تروسو اللي بغات لو ستيل اللي بغات والشكل اللي بغات. الوغ لافونتاج حنا اللي درنا اليوم c'est que مثلاً غادي تجي اون جون افيك سا مامون لو سول كي نقول الحاجه الوحيده اللي خصهم يتفقوا عليها هي على الرشمه اللي كتعزبها الرشيمه. حنا اون لو كونسيبت كله يسو ديكلي من القبيط هذا البر هذا الفوند بلاطو الفوال ديال السينيه الفوال ديال الطبله المنديل ديال الطبله عامر خفيف بالجلد بالفوال بالثوب تيوا اي دوكو عاوتاني لي زار ديالها الفوطات متروزين دونك ما غتحرش. وي دابا ولينا كنشوفوا حتى الفوطات كيف ما قلتي متروزين بالسميه كاع اكزاكتومون. هذاك سي تان بيتي بلوس مو جيم با بوكو لا فيريتي علاش باسكو صافي كوم سي جالي المهم سي دي ستيل مي مو جو تروف دي بيتيت انيسيال مو شو بلوس دون حاجات اللي هي اوكي غنزيدو سميه ولكن انا ماشي ماركه ولا شي حاجه. وي نعم كتبقى ديك الشيء خصك دير الحاجه واحد لاتوش اللي كتكون سامبل فوالا شي حاجه اللي غتعطي قيمه ماشي اللي غتهبط بها. وي طيب شنو من غير هاد الحويجات اللي قلتي كدير العروسه شنو اخر ممكن انا ندي في الطرز التقليدي؟ الوغ كيف قلت لك في الاول مثلا حنا عندنا في المغرب كيف قلتي الرباطي اللي هو عامر بومبي هذاك الشكل ديالو كيكون بحال دوماج ما جبتش لي شانتيون باش نوريك مي كتكون الترزه بحال دابا عامره كلها الثوب ما كيبقاش يبان واضح يعني الثوب عامر هذا رباطي وكيكون الخدمه ديالو بومبي. الترز ديال الفاس كي تراديسيونيل وهو اللي قلتي لي قبيله بالخضر وهذا هذاك تيكون هدرنا حنا بالسقلي دوغي ارجونتي فعاوت الخضر والحمر واضح وهذاك تيكون جيومتريك يكون بلوس ماتيماتيك في كيدور يقول له طرز الحساب ولا الغرزه ولا اليوغوز لافي هذه السميه ديالو. الطرز عاوتاني زموري عاوتاني شكل اخر في ديك لي زارمواري دو بورتغال ديك لو دراغون واحد دي سينيو كل واحد عنده الميزه ديالو الشكل ديالو وعنده الشكل ديالو اكزاكت. غادي نرجعوا للثوب الثوب الثوب ديال زمان ماشي هو الثوب ديال هوروزمون غادي نقول لك هوروزمون علاش هادي شحال الثوب اللي كانوا يخدموا بهم باش كيجيهم ساهل في الطرز كانوا ياخذوا واحد الثوب خشين وي تري لوغ لا طوال قاصحه باش الثوب مع ديك الطرز ما عمرو كيموت تيبقى سنين ويتورط من ولكن ما تقدرش تغطي به ما تقدرش تحطو حيت قاصح وكيف قلت لك انا مع عشت وخلاقيت مع في التواب وفي لا كونفيكسيون وفي لا اوت كوتور مع ما مير دونك زعما الثوب شي حاجه اللي هي ما خافياش عليا اي جوستمون جو كراك الميزه اللي عند لا بوتيك ديالنا سي كون سي هذا غادي يصلح بور تو لي جور هذا خص تحافظ عليه هذا غادي يصلح الطرز باليد دونك خصك يكون بلو فلويد. ودابا خرجت واحد لا طوندونس هي كي تري تري فاسيل الناس مابقاش بغات تدخل ميكا لدارها كدير دي ناب ديال سيميلي كوير. وي سيميلي كوير هو بيان سور ان برودوي سانتيتيك وي مي كي سو بريت بيان في لا برودري كيجي مزيان في الطرز دونك ترزو بسقلي حر وهذه باغ كونت الواحد اللي بغى ياخذ خصو يرد البال يكون سقلي حر. طيب كيفاش غنعرف السقلي حر؟ الوغ انت ما غتعرفوش بزاف زعما ماشي سي با فاسيل ولكن الناس اللي تيخدموا به اللي تيبان لهم حيت عنده واحد اللمعان عنده واحد اللمعان سبيسيال وملي تتكب عليه تجافيل ما كيجرى له حتى حاجه دونك هاد السقلي كديرو فوق الجلد ومن بعد كل فوق ديك الجلد كيف بغيتي غير مسحو بامتي شيفون اوميد كيبقى مزيان دونك براتيك بور تو لي جور
وفيه الوان وفيه alors فيه الوان oui. فيه دي ماتيير ديفيرونت كاين لي بلوز ايبي كو دوت على حسب شنو الواحد غادي يختار حيت كاين مهم كاين دابا الطرز بالماكين وي وي شنو كتفضل لالا اميمه alors طرز باليد اسمح لي طرز باليد اللي عنده واحد لو شارم وعنده واحد الهمه ديالو عنده واحد الثقاله ديالو ولا طرز بال alors كل شيء زوين الى درب اتقان وبمحبه كلشي اما نقولكش هذا ولا هذا قبيح ولا خايب الوغ شنو هو الفرق الطرز باليد لا يعلى عليه هذا ما نهضروش عليه ولكن شكون هما الناس اللي مازالين يديروه ولا قلال بزاف واللي هذا بعد نصيحه من الراديو بلس نقولها اللي عندها شي طرز ديال ماماها صوبات ولا باليد تخبعوا ديروا تحفه وي حيت ولات شي حاجه نادره بزاف 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 وما بقاش ديك فيناس باش كانت ما جمغابل في جديده كنا كان عندي دي برودري مصوبين على ما مخدومين ب 23 لون ديغرادي تري تري جولي 23 لون ديغرادي وبالمسو تري تري بو امبوسيبل دو لي فير اوجوردي امبوسيبل كيفاش هذيك التقنيه وهذاك فريمون الله يرحمهم ديك الناس اللي داروا ديك طرز بحال داك واحد اشكال اللي هما يا فريمون تري 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 بو اون لي روتروف بلو دابا كنحاولوا نديرهم في لورديناتور ما تنقدروش حيت الماكينه ديال لورديناتور على ليميتي دونك طرز باليد لا يعلى عليه هذه الاولى دوزيام ستيل دو برودري هو اللي كيتخدم كيعيطوا له الماكينه ديال الرجل سيتادير المراه في دارها كتاخذ ماكينه هذا كيخدموا بها بزاف الرباطيت يكون بالالوان اكسيتيرا هذاك سي سي تو او او بروميير سي طرز باليد دوزيام طرز بالماكينه ديال الرجل لو تروازيام هو طرز بالاورديناتور الوغ لا اوسي يا بلوزيغ ستيل كاين اللي يخدم ديك شي سواقي مع الغرض في عاوتاني حتى هو مزيان وكاين اللي يبدع بحال اللي قلت لك قبيله كتاخذ دي زانسيان برودري وتقبض ديك لافورماتيسيان مسكين تعسرو وي حتى كيوقف لك لو بروغرام كيف خصو يكون وتجربو انه بالاولى والثانيه والثالثه اي ابري كان سي اوكي عاد كتبدا طرز بيه واضح فوالا تبارك الله عليك لالا اميمه كيفاش نحافظوا على هاد لا برودري اللي كيكون عندنا خصوصا قبل ما نبداو قلنا كنحافظوا كيصفر هذاك الثوب كيصفر كيفاش نحافظوا عليه الوغ جوستمون دابا سمحي لي قاطعتك خصوصا لما كتكون الكميه كثيره ما تنظنش الناس عندهم بحال دابا كان الا كتهضر لي على هذوك القدام القدام وي وي با بريسينغ يا بليزور تكنيك اوجوردي حتى تمشي عند البريسينغ تيخدم بهم زعما تيرجعهم للاصل ديالهم غير ما تخليوهمش مخبعين في بلاكار بزاف بلاستيك مثلا يدير واحد شويه الخزامه في البلاكار ديالو بور ايفيتي لوميديتي اي فرانشمون سي دي شيدور الواحد يجبدهم ويستعملهم يستعملهم باسكو كوميم سي دو بيل بيس اي كنشوفوهم كيتجبدوا غير كيف ما قلنا في المناسبات الاعراس ديال البنيتات ولا في النف فاش كتكون نفيسه اكزاكت الوغ دابا سكي مارون حنا في دوتر اكسبيريونس لي دازت هاد الايامات سي كو اللي هي حبله باردون اللي هي عروسه كتجي تاخذ سون تروسو من بعد واحد شويه كتجي عندنا اون طونك مامون وكتاخذ لا سويت دونك كيف قلتي كنديروا لي تروسو ماتيرنيتي حتى هما فيهم حتى بور لو بيبي اون افي توت اون حلاش الوغ باغ اكزومبل تمشي السلهام ديالو متروز بحال لي زرد مامون بحال سميتو الملايه ديال الفراش تو دون لو ميم كونسيبت كيف قلت لك هي بدات معنا عروسه غادي تكمل هذه النفيسه وعاوتاني بور صالون والطبله ديال الماكله اكسيتيرا حتى هي كاين لا ميم شوز وي كنشوف دابا الحمد لله رجعنا بزاف لهذا الشيء للطرز التقليدي وكيف ما قلتي في الصالونات ديالنا كنحطوا مثلا المنادل ديال المتروزين ديال البريريد بزاف الحويجات اللي هما ديال الطرز التقليدي اكزاكت الوغ رمضان قرب وي اي دابا ان شاء الله غادي اون ان تران دو بريباري جوستمون بليزيور كوليكسيون ديال رمضان تنوجدوهم من تيلي بلوس تميز ومصداقيه